السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا إن شاء الله غادي نشوفو ونظرو على الجيزمو، وكنا درنا واحد الفيديو قبل، كنت درت لكم واحد الفيديو قبل على حساب داك الجيزمو، واحد درت لكم واحد تقديم عام على حساب الجيزمو. كما كتعرفوا الجيزمو ماشي زعما شي حاجة اللي صعيبة، ولكن خاص الإنسان شوية ديال التركيز وصافي، وما هو راه ساهل غير مع الممارسة كتولي كتضبط داك الامور. خصك في الاول بحال اللي كيجيك صعيب، ولكن شويه بشويه شويه بشويه كيبقى يولي ساهل. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاول نشرح شي شويه وندير واحد التمرين بسيط ونشوف القواعد الاساسيه اللي كتحتاجو. وانا غادي نحاول ما امكن باش ما نطولش الفيديو بزاف باش ما تملوش، لان كل ما طول الفيديو كل ما الانسان كيمل ما كيبقاش حامل يشوفه كاع. غادي نحاول نديرو ليميتي ان شاء الله في 10 دقائق. دابا اليوم ان شاء الله ندير واحد التذكير شويه، نحاول نذكروا القواعد الاساسيه. كما قلنا الجيزمو عندنا مثلا واحد النقطه ا، وعندنا هنايا واحد النقطه بي، عندنا من هاد ا لبي بغينا نحسبوا الجيزمو ديال هاد النقطه هادي. اهم حاجه عندنا هو اللي كنعتمدوا عليها هو لونور لومبير. لونور لومبير مثلا عندنا لومبير ديال هاد النقطة، عندنا مثلا لومبير هنايا، غادي نحسبو جيزمو ديال أبي. شنو هو الجيزمو ديال أبي؟ الجيزمو ديال أبي هو ديك الزاوية اللي كيدير اللي كتكون عندنا ما بين لومبير وما بين واحد النقطة ديريكسيون نورمارش، يعني واحد النقطة اللي كيمشيو لها نقطة الوصول. يعني هذه هي الجيزمو أبي، يعني ديما كنشوفو الزاوية ديال لونور لومبير ما بين لونور لومبير ومن بين أبي. مثلا عندنا واحد النقطة أخرى هنا، هاد النقطة هادي غنسميوها سي، جيزمو أسي هو ما بين لونور لومبير وما بين هاد النقطة ديال الوصول. عندنا مثلا هاد النقطة هادي مثلا نسميوها حنايا إن. شنو هو لونور لومبير؟ شنو غنقول لونور لومبير هو هذا من هنا؟ لا خطأ، لونور لومبير ديما كنمشيو في اتجاه ديال عقارب الساعة، منحى بوزيتيف، لو منحى بوزيتيف يعني ديما كيكون اتجاه عقارب الساعة. كناخدو ديما من لونور لومبير لنقطة أخرى، بحال دابا مثلا جيزمو ما بين أ إن، جيزمو أ إن شنو هو هذا؟ كناخدو من لونور لومبير وكنمشيو حتى الان، هذا هو كنرزولو بالجيزمو ا ان. فهمتو؟ يعني مثلا عندنا النقطة هادي ا، عندنا النقطة هادي مثلا ام، بغينا الجيزمو، بغينا الجيزمو ا ام. شنو هو الجيزمو ا ام؟ ديما كنحاولو نديرو لونور لومبير هاد النقطة هادي، تكون النقطة اللي داخلو منها كنمشيو من لونور لومبير ا ام، بغينا مثلا جيزمو ام ا، غنجيبو لونور لومبير ديالنا كنرسموه، يعني كيكونو متماثلين. مثلا عندنا جيزمو، عندنا لونور لومبير هنا، راه كيمكننا نحولو حلو البلاصة، يعني ديما كيكون ولكن متوازيا، يعني ميمكنش ماشي عندنا لونور لومبير هنا فهاد النقطة غنجيو نديروه هنا لتحت، لا ميمكنش، ديما كنديروهم كيكونو متوازيا. يعني شنو هو الجيزمو؟ هذا هو لونور لومبير، كنديرلو ديكالاج لهنا، كنجيو هي هو جيزمو ام ا، بغينا حنا هذا جيزمو ا ام، بغينا حنا جيزمو ام ا، يعني كنمشيو ديما من النقطة ديال الوصول، النقطة ديال الانطلاق ام ا، يعني ها هو، وهذا جيزمو ام ا، يعني ديما كيكون بين لونور لومبير
او مسافة أخرى. مثلا غادي تكون واحد النقطة أخرى باش نتفاهمو. عندنا هنايا السي، النقطة دي السي كيفاش غنديرو؟ مثلا خصنا حنا نجزمو، خصنا مثلا نجزمو سي مثلا ام، كيفاش غنديرو؟ سي ام، هادي هي ام، يعني عندنا خصنا جيزمو ديال هاد. شنو هي نقطة الانطلاق؟ هي السي، يعني كنجيبو لو نور لومبير كنديروه هنايا في السي، كنمشيو سي ام. سي ام هي هادي، ده هو جيزمو سي ام. بغينا مثلا في نفس الشكل، بغينا مثلا ام سي، ام سي هو هذا، هو جيزمو ام، جيزمو ام سي. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الشيء اللي كنقول لكم. وعندنا حنا واحد القاعده مهمه غادي نقولها لكم، هي انه عندنا مثلا جيزمو ا بي شنو كيساوي لنا؟ هو الجيزمو بي ا، يعني كنقلبو هذا جيزمو ا بي، جيزمو بي ا بليس او موان، يعني اما كنزيدو ولا كنقصو 200. يعني عندنا جيزمو ا بي كيساوي لنا جيزمو بي ا بليس او موان 200، يعني جيزمو هاد الجيزمو هذا بي ا كيساوي لنا هاد الجيزمو هذا ا بي بليس او موان 200، يعني اما كنزيدو اما كنقصو. هذه قاعده اساسيه كنحتاجوها، غادي نوقفو عليها بزاف. مثلا نزيد نشرح لكم، مثلا عندنا جيزمو سي ام، سي ام هاد الجيزمو هذا اللي كيكون في نفس، يعني نفس الخط، جيزمو سي ام. جيزمو سي ام شنو كيساوي لنا؟ هو جيزمو ام سي، هاد الترتيب هذا راه مهم، هنا سي ام هي ام سي بليس او موان 200. علاش كنقولو بليس او موان 200؟ لأنه كما كتعرفو عندنا الدائرة هي هادي ديال الجيزمو. هنايا نرسمو واحد المعلم، هذا مثلا هو لونور لومبير، نسميو حنا لونور لومبير. هاد لونور لومبير شحال كتكون فيه هنايا؟ فيه هنايا قلنا الدائرة فيها 400، هادي شنو 400 غراد، باش نهضرو راه كنهضرو بالغراد دائما. هنايا 100، الزاوية قائمة كتساوي لنا 100، هنايا 200، هنايا 300، وهنا 400، 400 وزيرو في نفس الوقت، يعني صفر تلينا 100، وهذا هو اتجاه الموجب اللي كنحسبو عليه ديما. يعني مثلا عندنا واحد النقطة هنايا، هادي مثلا سميناها أ، وهادي سميناها بي. شنو هو الجيزمو أ بي؟ كيما قلنا ديما كنمشيو الاتجاه ديال لونور لومبير، وكنمشيو الاتجاه ديال النقطة هي أ بي، هادي هي الجيزمو أ بي. ديما من الانطلاق ديما كيكون حدا الجيزمو، حدا لونور لومبير، يعني أ بي نقطة الانطلاق نقطة الوصول، هذا هو الجيزمو. إذا بغينا الجيزمو بي أ، انتبهوا معايا، الجيزمو بي أ يعني كنحولو هذا لونور لومبير، كنديروه في هذه النقطة هذه، هذا هو لونور لومبير، وكنديرو الجيزمو بي أ. ديما كنطلقو من لونور لومبير ونمشيو لأ، هذا هو الجيزمو بي شنو لاحظنا هنايا؟ لاحظنا ان هنايا ملي كنجيو نشوفو شنو كيتسمى هذا، كيتسمى برومي كادرو، من صفر حتى لمية برومي كادرو، دوزيام كادرو، تروازيام كادرو، كاتريام كادرو، هذا كامل برومي كادرو، دوزيام كادرو. راه كنا شرحنا في المرة اللي فاتت في الدرس اللي فات، اللي ما شافوش ولا شي حاجة رجع للدرس اللي فات باش يفهم. ملي شرحنا هاد برومي كادرو، يعني شنو برومي كادرو؟ من صفر لمية، يعني إذا جينا نحسبو الجيزمون ديال هادو شنو غادي يكون؟ غادي يكون يعني محصور
جيزمو. أ ب محصور ما بين 0 والمئة غراد، لأنه كينتمي للبرومي كادرون. إذا جينا نشوفو الجيزمو ب أ بين من محصور، جيزمو ب أ إذا حولنا هنايا لون الرومبير يعني شنو غيولي؟ يعني غيولي بحال هكا، هاد برومي كادر، دوزيام كادر، تروازيام كادر، كاتريام كادر، يعني غيولي عندنا جيزمو بي ا من بي ل ا. اذا التماثل جبنا هنا، ردينا هاد لون رومبير هنايا، شنو غيولي؟ بي ا، ها هو، يعني ولا في تروازيام كادر، يعني غيولي اذا جبنا المعلم ردينا هنا غيولي في تروازيام كادر. يعني شنو كيساوي لنا هذا؟ عندنا مثلا جيزمو بي ا، مثلا نعطيوه جيزمو مثلا ا بي، تقدر مثلا الجزمو أ ب أعطيناه مثلا كيساوي لنا مثلا واحد محصور في برمي كادرو محصور ما بين 0 و 100، مثلا أعطيناه مثلا 50 غراد فاصلة 0 0، مثلا أعطيناه 50 غراد. الجزمو ب أ شنو غيكون كيساوي في التروازيام كادرو؟ غيكون ها هو في التروازيام كادر، يعني شنو يساوي لنا؟ هو الجيزمون، هو الجيزمون ها بي بليس هو 200. هاد القاعدة كنا قلناها، يعني بليس هو 200. شنو هي هنايا في هاد الحالة؟ يعني إذا كان الجيزمون، نقولها بطريقة أخرى، إذا كان الجيزمون، جيزمون كبر، كبر من 200 غراد طبعا، راه كان نقصو 200. ولا إذا كان الجيزمو صغر من 200، راه كان زيدو 200، يعني 200. بحال دابا في هذه الحالة هذه، انا نعطيكم مثال اخر عاد نرجعوا لهذا الحد باش نشوفوا واش فهمتوا ولا لا. بحال دابا مثلا عندنا الجيزمو كيساوي لنا مثلا 150 فاصلة مثلا 90 غراد. هذا مثلا الجيزمو أ بي، يعني شنو الجيزمو أ بي 150؟ يعني راه صغر من 200، يعني الجيزمو بي أ غادي يساوي لنا 200 زائد 150. كما قلنا في القاعدة جيزمو أبي كيساوي لنا جيزمو، هاهي شتوها، جيزمو أبي كيساوي لنا جيزمو بي أ زائد 200، بي سوما 200، بما أنه قل من 200، يعني غادي نزيدو 200، يعني غتولينا هي جيزمو كيساوي لنا 350.90 غراد مثلا، غراد، هاهي، يعني هذا زدنا له 200. يعني في هذه الحاله هذه اللي عندنا هنايا، باش ما نطولش عليكم، راه في الوقت القانوني كنت تكون في الاول، جيزمو ا بي كيساوي لنا 50، يعني جيزمو بي ا كيساوي لنا جيزمو ا بي بي سوما 200. يعني في هذه الحاله شنو نديرو؟ نزيدو ولا نقصو؟ من طبيعه الحال غادي نزيدو، لان عندنا 50 راه صغر من 200، يعني غادي نديرو جيزمو بي ا كيساوي لنا جيزمو أ بي بليس 200. عندنا جيزمو يعني كتساوي لنا جيزمو أ بي، شنو عندنا هنا كتساوي هي 50، يعني 50 بليس 200، يعني كتساوي لنا 250 غراد. خوتي باش ما نزيدش نطول عليكم، راه في الوقت القانوني، انا غادي دابا ان شاء الله غادي ندوز لكم واحد الاكزرسيس اخر، نعاودو نتلاقاو ان شاء الله دابا شويه، اتلقاو في مور هذا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.